بسم الله الرحمن الرحيم. دي المحاضرة رقم 3 في الجي اي اس في خلال فترة التوقف. المحاضرة عن ريموت سينسينج او الاستشعار عن بعد. احنا قلنا في شوية علوم كده قريبة قوي من او الجي اي اس بيتكون منها. ايه العلوم اللي هي فيها؟ اللي هي مثلا فيها داتابيز، فيها ستاتستكس، فيها جرافيكس، فيها ايمج بروسيسنج، ده كل ده جوه جي اي اس. في جيوغرافي، في مابس، في علم الفوتوجرامتري اللي هو التصوير اللي هو الفضائي، اسف، التصوير الجوي. التصوير الجوي ده معناه الطيارات اللي هي في على الارض وبتصور برضو الارض، زي الحاجات اللي بتستخدم في الزراعه والحاجات اللي زي في تصوير المناطق الزراعيه والمحاصيل. وفي التصوير الفضائي اللي هو بيستخدم الساتلايت. وفي احد العلوم اللي هي والجي بي اس، واحد العلوم اللي هي بتنتجريت مع جي اي اس حاجه اسمها ريموت سينسينج. ايه ريموت سينسينج؟ اللي هو حاجه بيسموها الاستشعار عن بعد، ريموت من بعد، سينسينج الاستشعار. طب بتستخدم في ايه الحاجات دي؟ ايه ريموت سينسينج وايه علم ريموت سينسينج ده؟ علم ريموت سينسينج ده معناه استشعار عن بعد، معناه يعني مثلا انا عايز اعرف مناطق فيها مياه جوفيه، مش معقول هروح احفر الصحراء كلها عشان اطلع فيها اشوف هنا في ميه جوفيه ولا لا. طب فين المناطق اللي فيها معادن، معدن الحديد، البترول، مش عارف ايه. فلازم استخدمه حاجه اسمها التصوير، سواء الفضائي او التصوير الارضي. التصوير الفضائي اللي هو استخدام الساتلايت او استخدام الاقمار الصناعيه في عمليات التصوير ومحاوله اكتشاف الحاجات اللي في باطن الارض مثلا او اللي على الارض. مش لازم تبقى سواء الحاجات اللي على الارض او اللي في باطن الارض، باستخدام ما يسمى الريموت سينسينج. الريموت سينسينج اللي هو زي ما بنقول حاجه اسمها الاستشعار عن بعد، قياس حاجات من بعيد من غير ما تكون تكت الحاجه. يعني مثلا زي السنسور اللي هو بتاع الحراره اللي موجود حاليا، اللي هو بتقيس الحراره مجرد ان انا اقرب منك بس كده وابعت شعاع اعرف درجه الحراره بتاعتك كام، بدون بقى ما يبقى في كونكشن بينك وبين الحاجه اللي بتقيسها. ده يعتبر ريموت سينسنج، بس ده ريموت على بعد 10 سم ولا 15 سم. انما انت لو بتتكلم ريموت سينسنج على بعد 100 كيلو، 1000 كيلو، 10000 كيلو، ده الكلام اللي احنا بنتكلم عليه. طب ايه علاقه الكلام ده بالجي اي اس؟ ما هو انت هتقيس حاجات على ماب وهتوضح الحاجات اللي قستها على ماب برضه، ولازم يبقى الموضوع كله انتجريتد. فانت هتقيس حاجات من خرائط او تحطها، وبعدين الناتج تحطه على خرائط. الريموت سينسينج علم مرتبط ارتباط وثيق بالجيوغرافيك انفورميشن سيستمز. طيب ايه الريموت سينسينج؟ ادي الصور اللي ممكن يجيبها لك الريموت سينسينج. مثلا عايز يحس فين الحاجات اللي درجاتها عاليه، فين الحاجات اللي فيها صحراء، فين الحاجات اللي فيها زرع اخضر، فين الحاجات اللي فيها ميه زرقاء دي. فبيقول لك ايه، ايه علاقه الريموت سينسنج؟ ممكن يبقى بالساتلايت وممكن يبقى مش بالساتلايت. يعني ممكن يبقى بالطائرات، زي الطائرات اللي هي بتصور تصوير ارضي، بتصور المزارع عشان تعرف مثلا المباني الحديثه يعني في القرى والحاجات دي. عايز يعرف مين بنى في الارض الزراعيه، فبيعمل ايه؟ بيعمل سكان الشعرضه لصور من بعيد خالص بالطياره، وبعدين بعد شهر يعمل سكان بصور تانية ويقارن ما بينهم باستخدام سوفت وير طبعا، ويطلع الاماكن اللي هي اتحولت لمباني ويحددها ويبتدي ياخد معاه اكشن. فواضح ان الكلام ده محتاج ريموت سينسنج او محتاج تصوير. جميل جدا. طيب انت ساعات بتصور حاجات فوق الارض وحاجات تكون تحت الارض برضه. تعال نشوف هو بيقول لك ايه. هندي انترودكشن للساتلايت ريموت سينسنج، هنتكلم على ريزوليوشن، هنتكلم على العناصر، ايه احسن حاجه وبيستخدم في ايه وهكذا. الريموت سينسنج تعريفه ايه؟ ساتلايت كابتشر. ده بيتكلم على الساتلايت ريموت سينسنج، لان في اكتر من طريقه للريموت سينسنج. ممكن تكون حاجه زي ما قلنا طيارات، او ممكن تكون يعني اللي بيستخدم في الزراعه عاده عشان تجيب زراعه ريزوليوشن دقيق للمكان، بتستخدم طيارات، او مش لازم طياره، زي الطيارات بدون طيار دي ممكن تبقى وسيله للريموت سينسنج، وبعض الاعمار الصناعيه الصغيره قوي اللي مستخدمه للريموت سينسنج. فهو بيقول لك ايه؟ الساتلايتس كابتشر الايمج از ديجيتال راستر دات سيت، بياخدوا صوره عادي خالص، وبعدين بيحط حاجه اسمها الكترو اوبتيكال سنسورز. يعني سنسور بيستخدم لقياس الحاجه كهربيا وضوئيا،
بيقيس كمية الـ energy in different electromagnetic wavelengths. السنسور ده بيشتغل على أكتر من electromagnetic wavelengths عشان كل wavelengths بيسنس حاجة، يعني في الـ very short term والـ long term بالنسبة للـ wavelengths، لأن مثلا في حاجات ترفليكت، يعني مثلا عايز يعني في التصوير اللي هو الطبي اللي هو الاكس راي، تلاقي مثلا العظام بيعملوها مثلا باكس راي، مش عارف ايه بيعملوها بجاما راي، فواضح ان كل واحد بيرفلكت نوعيه معينه من الماتيريال، فبالتالي هو تغيرك لنوعيه السنسور بيرفلكت انت اللي قسته ده هيطلع حديد ولا يطلع بترول ولا يطلع ميه ولا ايه، على حسب الويف لينس بتاع الالكتروماجنتيك ويف اللي انت بتعمل لها اسقاط على العنصر اللي انت عايز تقيسه ده، تمام؟ فبيقول لك ده الكتروماجنت الكترو اوبتيكال سنسورز بيكابتشر الانرجي ان ديفرنت الكتروماجنتيك ويف لينس اور باندز فروم فيزابل نير انفراريد شورت في كل المجالات يعني اند ثيرمال انفراريد، بيديك ديفرنت جراوند كفرز ريفلكت تو ابزورب انرجي، ممكن في بعض الويف في بعض الترددات بتخترق الارض وتبتدي تقيس حاجات تحت الارض وفي حاجات مستوى ارض حاجات الارضيه بس وهكذا، ده اسمه ريموت. فهو هنا بدا يكلمني الباندز اللي هي يوسفول، فبيقول لك ايه الفيزيبل بلو ان الويف لينث بتاعه من 45 ل 52 مايكرومتر، ومش عارف الفيزيبل الاخضر الفيزيبل جرين من 52 ل 60 مايكرومتر، الاحمر دي بيسموها الطول الموجي للالوان المرئيه، الاحمر المرئي من 63 ل 69، النير انفراريد اللي هو من 0.77 مش عارف كذا، الاشعه اللي تحت الحمراء يعني الويف لينث بتاعها اطول شويه فترددها اقل بيسموه شورت ويف انفراريد، من الويف لينث بتاعه 1.3 ل 6 مايكرومتر. المهم يعني وعايز يقول لك ان كل واحده ليها ويف لينث مختلف وكل واحد بتدي لون مختلف وبتنتراكت مع اوبجكتس بطريقه مختلفه. الرسمه دي مهمه بقى، ايه الرسمه دي؟ بتكلمني عن الكومبوننتس في اي ريموت سنسنج اليمنتس، ركز دي مهمه جدا وساعات تيجي في امتحان كتير، اجي اقول لك ارسم لي العناصر المكون منها اي سيستم في ريموت سنسنج. ايه؟ بص اول حاجه اللايت سورس او الانرجي سورس، الشمس هي مصدر الطاقه في كل حته في الدنيا، يعني البترول جاي من الشمس، الفحم جاي من الشمس، الاضاءه جاي من الشمس، اضاءه مش عارف القمر جاي من الشمس، اللايت سورس او الانرجي سورس اللي هو مصدر الاضاءه اللي هو الوحيد والاوحد في مصر في العالم او في الكون هي الشمس. فبيقول لك ايه هي المفروض ان اللي انا الانرجي سورس او الالومينيشن، جميل، بتعمل راديشن، وفي حاجه اسمها لما هي عايزه تنقل انرجي لاي اليمنت فلازم يكون في راديشن عند الاتموسفير، يعني في فراغ هي بتنتقل خلاله، يعني لو الفراغ ده مش موجود، يعني مثلا لا الهواء بينقل الضوء، انما لو حطيته مثلا ايه سموك من طريقه معينه مش هينقل الضوء، مش هيخترق الضوء، يعني انت مثلا لو جيت شفت ايه مثلا على عمق 10 متر من الميه هتلاقي اضاءه معينه، كمان 20 متر اضاءه اقل، 1000 متر ممكن تلاقي مش شايف حاجه خالص، فيبقى معنى كده ان في الميديا بتاعت النقل بتفرق، فبي هي ميديا نقل الايه؟ الضوء والانرجي. واس سي بيقول لك الانتراكشن ويز ذا تارجت، الطاقه دي سواء طاقه او ضوء، لان في بعض الناس بتعتبر ان الالمنيشن او الاضاءه دي نوع من الانرجي، المهم بتتفاعل مع الاوبجكت وليكن بقى بترول ولا ميه ولا اي حاجه، فبيحصل انتراكشن ويت اوبجكت ات سي، جميل. بسجل ريكوردنج اوف ذا انرجي فور ذا سنسور دي، بحط سنسور اسمه دي يسجل ايه؟ السنسور دي ده برضو بيستقبل رد فعل تفاعل الطاقه دي او الضوء مع الاوبجكت سي في برضه الميديا بي، فيبقى ده سنسور اسمه ايه؟ دي. السنسور اللي اسمه دي ده ممكن يترانسميت او يستقبل ويعمل بروسيسنج، يا اما يوديها لقمر صناعي يا اما يوديها لمحطه ارضيه. كويس؟ المحطه الارضيه دي اللي اسمها اي. ببقى محتاج سوفت وير يعمل انتربريتيشن واناليسيز البيانات اللي قسناها دي، يبتدي يفسر ايه هي بقى التردد ده معناه ايه، والتفاعل ده ان في ميه في بترول في كذا في غاز، فدي محتاجه داتا اناليسيس عند اف. امال جي انه يستخدم بقى الداتا اللي حصل عليها والمعلومات دي في ابلكيشن زي الجي اي اس، في حاجه ده بيسموه السبع مكونات المكونه لاي جي اي مكون لريموت سنسنج. خد بالك الجي ده اللي هو الابلكيشن،
اللي هو جي اي اس بقى، بتاخد المعلومات دي تحطها على مابز وتطبقها في حاجات معينه. الاف ده اللي هو الداتا اناليسيس، الاي ده اللي هو ايه اللي هو الترانسميشن والاستقبال بتاع الداتا، الدي ده اللي هو السنسور، البي اللي هو الميديا اللي بتنقل، السي اللي هو التفاعل مع الاوبجكت، الاي هو الانرجي سورس او اللايت سورس. يبقى انا كده ايه وصفت ما يسمى حاجه اسمها 7 elements of the remote sensing. تمام. بيقول لي في الريموت سينسينج في اربعه من الريزوليوشنز، في اربعه من الريزوليوشنز شود بي كونسيدرز في اي دراسه تستخدم الريموت سينسينج. ايه هم الاربعه؟ السباتشال ريزوليوشن اللي هو الدقه المكانيه، والدقه التردديه، والدقه المؤقته او الزمنيه، والدقه الراديو ماتريكس ماتريك ريزوليوشن. هنفهم كل واحد معناه ايه. المهم ان في اربعه ريزوليوشنز، اربعه تايبس من الريزوليوشنز، هنفهم كل واحد عباره عن ايه وتاثيره ايه على الصور اللي بيصوروها جماعه بتوع الريموت سنسنج. تمام. السباتشال بيقول لك ايه ذا سمولست فيتشر ذات از، ايه اصغر فيتشر يمكن تمييزه. يعني مثلا واحد يجي يقول لك إيه؟ انا ممكن اميز حاجه بعدها متر في متر، اقل حاجه ممكن اميزها، اقل من كده مش عارف اطلعها. طيب واحد يجي يقول لك لا، يعني لو انت تركز شويه السباتشال ريزوليوشن بتاع اللي على الشمال اعلى من اللي على اليمين، هنا في تمييز اكتر للاوبجكتس بالالوان وبالمساحات، هنا التمييز اقل، يبقى ده السباتشال ريزوليوشن بتاعه اعلى من اللي على الشمال، اعلى من اللي على اليمين. فبيقول لك ايه السباتشال ريزوليوشن بيبين لك اصغر فيتشر ممكن تكتشفه مع الصوره دي، ده اللي بيسموه السباتشال ريزوليوشن. حاجه زي كده برضه، ده سبوت مش عارف ايه، ده صور، بص ده صور نفس الاريا مع تو سباتشال ريزوليوشن مختلف، فاعطاك هنا الصوره بالشكل ده وده هنا بصورة. واضح ان على اليمين المره دي، المره دي اوضح شويه، بقى تديك فهمه للصوره وتطلع حاجات دقيقه اصغر شويه. يعني انا مثلا ممكن اقل حاجه اشوفها ملي في ملي، واحد تاني اقل حاجه يشوفها سنتي في سنتي، ده اللي اسمه سبيشال ريزوليوشن على حسب قدره الرؤيه وقدره السنسور اللي هو بيصور لك او قدره الكاميرا اللي هي بتصور لك. برضه ده مثال ثالث للسبيشال ريزوليوشن اللي هو هنا واضح، واضح بقى ان على اليمين اكثر دقه واكثر تحديدا، يبقى السبيشال ريزوليوشن الدقه المكانيه بتاعته اعلى على حسب نوعيه السنسور. النوع بقى وادي برضه مثال ثالث، او خد بالك ده فيري لو سبيشال ريزوليوشن، ده سبيشال ريزوليوشن عالي. اللي بعده حاجه اسمها سبيكترال ريزوليوشن، سبيكترال ريزوليوشن ريفير تو ذا نمبر اوف ديفرنت الكتروماجنتيك ويفز باند ريكوردد باي ذا سنسور. يعني السنسور نفسه المفروض انه بيشع مجموعه من الالكتروماجنتيك ويفز، هو بقى بيكفر باند قد ايه؟ ما احنا قلنا في باند للترددات في البدايه اهو اللي هو الالوان دي، هل هو بياخد جزء مثلا، بياخد الجزء ده من بياخد الجزء الاحمر والاخضر، الاحمر والاخضر والازرق، ده بيسموه الريزوليوشن من ناحيه السبكترال، بيسموه الدقه التردديه. يعني واضح ان ده بياخد ويف لينس متنوع، ده بيقيس اي ويف لينس، فيبقى واضح ان الثاني دقته الريزوليوشن بتاعه اعلى، ممكن يجيب اي نوع من انواع التفاعل الالكتروماجنتيك ويفز، الترددات الالكتروماجنتيك ويفز مع الاوبجكتس. فهو هنا بيقول لي اهو السباتشال ريزوليوشن اهي، تمام. السبكترال ريزوليوشن ريفير تو ذا نمبر اوف ديفرنت الكتروماجنتيك ويف لينس بانز ريكوردد باي ذا سنسور. فهو بيقول لك ادي ده مثلا عند سنسور معين لسبكترال ريزوليوشن معين، ده سبكترال ريزوليوشن الباند ويدث بتاعه اوسع شويه، يعني بيقيس ترددات اعلى، فبالتالي ويف لينسز مختلفه، فبيديك نفس الصوره ايه مع نفس مع ثبات المكان، بس عطلك دقه اعلى. ده برضو نركز شويه، ده سبكترال ريزوليوشن بتاع سنسور اسمه لاند سات مش عارف 321، ده لاند سات 432، ده 543. لو تركز شويه تلاقي هنا النطاق الترددي بتاع السنسور واسع شويه، فبالتالي جاب لي تفاصيل اعلى ودقه اعلى في الصور اللي هو بيقيسها، القمر الصناعي ده او الساتلايت ده. هو بدا يديك بقى شويه سنسورز، وبدا يديك المدى اللي هو بيشتغل عليه واذا كان متعدد ولا مختلف، وبدا كله واضح ان كل واحد بيديك نطاق ترددي مختلف بدقه مختلفه، فيديك تفاصيل مرئيه مختلفه. التمبرال ريزوليوشن معناه ديفايند باي ريفيزيت كابابيلتي اوف ذا ساتلايت، الساتلايت بيزور الحاجه مره كل يومين، مره كل شهر، مره كل شهرين، فممكن يديك صوره كل اسبوع للمكان ده، فانت تقدر تحدد التغيرات المكانيه.
فهو اكمن الساتلايت بيتحرك، ما هو يعني حاجه ممكن في مشكله في القياس، ممكن تكون حاجه متحركه تقيس حاجه ثابته، وممكن تكون حاجه متحركه تقيس حاجه متحركه، وممكن تكون الساتلايت بطبيعته متحرك، يبقى هو يا اما بيقيس على الارض حاجات ثابته، فممكن يديك مثلا صوره لمجموعه الحقول دي مره كل 15 يوم على حسب بيلف يجي على الموقع ده كل قد ايه. ده بيسموه التمبرال ريزوليوشن او الدقة الزمنية، إنما التانية الدقة الترددية، الأولانية الدقة المكانية. أهو بيقول لك أدي التمبرال ريزوليوشن أهو، ده صورة واخدها في 29 نوفمبر، رجع القمر الصناعي لف بعد على نفس المكان 21 ديسمبر 2001، أعطاك تفاصيل معينة فتقدر تعرف الاختلاف اللي حصل، دي وسعت شوية عن دي، فتقدر تعرف الاختلاف اللي حصل في خلال ال 20 يوم دول أو ال 21 يوم دول. ادي التمبرال ريزوليوشن، دي صوره مثلا اتصورت 30 ديسمبر 99 25 جون 2001، فتقدر تعرف التغيرات اللي بتحصل في المكان مع الزمن مع ثبات الحاجتين الثانيين. الراديومتريك ريزوليوشن ده ريزوليوشن الرابع، بيقول لك از ديفايند باي ذا نمبر اوف جري سكيل فاليوز، بيعرفك ايه هي جري سكيل فاليوز اللي ممكن تطلع لكل باند من السنسورز دول. يعني بص كل سنسور ليه مجموعه من الباند، يعني مجموعه من الترددات، في كل باند ممكن اطلع مجموعه من الصور اللي هي جري سكيل مختلف. تاني هقولها تاني، بص الاتساع الترددي بيوري لك الاتساع الباندز، انما ده دقه الباند نفسه اللي هي الراديومتريك ريزوليوشن. الراديومتريك ريزوليوشن بيكلمني عن دقه الباند نفسه، مش دقه، مش اتساع الباندز بقى نفسها. فهو هنا بدا يقول لي مثلا هنا عطالك 256 8 بيت 256 شيدز اوف جراي، هنا عطاك 11 بيت 2048 شيدز اوف جراي، فعطاك تفاصيل اوضح من الصوره دي. فواضح ان مثلا 8 بيت ايمجز مناسب للجي اي اس ابلكيشن، انما 11 بيت ايمجز ده مناسب للريموت سنسنج. ده كلام مهم قوي على فكره، يعني الصور الارضيه بيبقى 8 بيت كافيين ليها، ان الصور الفضائيه اللي جايه من الريموت سنسنج محتاجة ريزوليوشن أعلى في عدد البيتس، ساعات بيسموها الهاي ريزوليوشن ايمجز، محتاجة عدد بيتس لكل بيكسل فاليوز أعلى، فدي معناها إن أنت بتديك جري ليفلز أعلى، هنا بتدي 2 أس 8 فتديك 256، إنما دي بتدي 2 أس 11، 2 أس 10 1024، 2 أس 11 2048، يعني عايز يقول إن في الساتلايت ايمجز من الأحسن ومن المستحسن إن أنت تشتغل على الراديومتريك ريزوليوشن الاعلى. الساتلايت يعني تعالى نبص نراجع المحاضره كده بسرعه، اللي عايزك تعرفه في المحاضره دي ايه هي الريموت سنسنج، وتعرف ان في نوعين من الريموت سنسنج اللي هو ارضي وفضائي، وتعرف ان اللي احنا بنتكلم عليه في المحاضره الريموت سنسنج باستخدام الساتلايت، وتعرف ان هو عباره عن الساتلايت ده مجموعه من السنسورز عند الكترومغنيتكس ويفز مختلفه، عشان وبيبقى في رينجات كتير من الالكترومغنيتك ويفز علشان يسنس حاجات مختلفه. لان خد بالك مثلا لما في الاشعه الطبيه لما اجي مثلا عايز اصور الكبد بقيسه بتردد معين، اقيس العظام بتردد تاني، ليه الاختلاف الانسجه ما بينهم؟ ففي تردد بيتفاعل مع الكبد يصوره لك، في تردد بيختار الكبد ما يصورهوش، يصور العظام بس زي الاكس راي، ده معناه ان هو مش اي اشعه تنفع لاكتشاف اي حاجه. نفس الفكره دي بالظبط على ريموت سنسنج، انا مش من اي سنسور بيجنريت اي الكترومجنتيك ويف هيديتكت حاجه، يعني تفاعل البترول مع الانرجي غير تفاعل الميه مع الانرجي غير تفاعل الحديد مع الانرجي، فواضح ان هي هيبقى الكترومغنتيك سنسور، هحطه في مكان بعيد خالص وليكن ساتلايت، وابتدي اسلطه على الاريا اللي انا بصورها علشان ابتدي اعمل ريموت سنسنج ليه. فهو قال لي الار اس ده، احنا قلنا ايه علاقه الار اس، هو احد العلوم اللي بتساهم في الابلكيشنز بتاعه الجي اي اس. فاشهر رسمه لمكونات الريموت سنسنج الرسمه اللي قدامي دي، اللي بتقول لي ان الريموت سنسنج بيتكون من 7 اليمنتس، الانرجي سورس والراديشن بي، كل حاجه واضحه هنا، والسي هو الانتراكشن وذ تارجت، الحاجه اللي انت بتكتشفها ريموت سنسنج، يبقى ادي السنسور اهو بعيد زي ما انا بصور، وادي الاوبجكت.
وده الانرجي، وعندي محطه تعمل ايه بعد السنسور تتنقله محطه ارضيه، المحطه الارضيه توديه لحاجه اسمها تعمل داتا بري بروسيسنج، والداتا بري بروسيسنج او داتا اناليسيس اعرف ايه البيان ده ومعناه ايه والماتيريال دي ايه، وبعدين ارجع ايه وبعدين ارجع احطه انتجريته مع الجي اي اس يديني الابلكيشن اللي انا عايزه. فتلاقي هو مفسر كل حاجه، ايه معناه كذا، بي معناه كذا، سي معناه كذا، دي معناه كذا، دي معناه كذا، اف لحد جي، وبيسموهم السيفن اليمنتس المكونين لاي سيستم بيتكلم على ريموت سنس. طيب هو بيقول لي برضه في المحاضره دي لازم تعرف ان في اربع انواع من الريزوليوشن: سباتشيال مكاني، سبكترال ترددي، تيمبورال زمني، راديومتريك اللي هو السنسيتيفيتي لنفس البند، الحساسيه لنفس البند. يعني هنا البند هنا بتصور مثلا على 8 بيت، الجماعه بتوع ريموت سنسنج بيصوروا على 11 بيت. التيمبورال بيتكلم عن انت بترجع تريفيزيت المكان ده كل قد ايه، كل اسبوع، لان الاعمار الصناعيه بتلف وترجع لنفس المكان، بس ممكن ترجع لنفس المكان بعد شهر، بعد اسبوع، بعد 6 شهور. ده بيسموه التيمبورال ريزوليوشن. السبكترال على حسب بقى كل سنسور عليه ترددات ايه بالظبط، وبيقدر يتفاعل مع اوبجكتس قد ايه. والسباتشيال ده اللي زي ما احنا قلنا اللي هو التردد او التغير المكاني. ويمكن سباتشيال ريزوليوشن واضح اهو هنا ان هنا ريزوليوشن عالي شويه عن الريزوليوشن ده، فبالتالي قدرت احقق اصغر اوبجكت اقدر اميزه في السباتشيال ريزوليوشن. ودوت امثله للسباتشيال ريزوليوشن اهي. والسبكترال بدا يكلمني على ريفلكت ذا نمبر اوف ديفرنت الكتروماجنتيك ويف لينس باند ريكوردد باي ذا سنسور، يعني بيغطي قد ايه من الويف لينسز دي اللي احنا خدناه شفناها في الاول، عشان يبين ان هو ممكن يسنس الايه بالظبط. تمام. ده الفيديو رقم 3 في التوقف اللي بيتكلم عن الريموت سنسنج في كورس الجي اي اس. تمام. ده هنزله حالا دلوقتي. يبقى كده ده الفيديو رقم 3، نزلنا فيديوين قبل كده، يبقى ناقص حوالي 3 فيديو تانية لنهاية الكورس. شكرا، ألف شكر.